ذكر هذا كله بيان ما لله جل وعلا من عظيم الملكوت والجبروت، وقد جاء في الآية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهذا قلنا مرارا، إنما يكون يوم يحشر العباد بين يدي ربهم، وهذا إجمال لما أخبر الله جل وعلا أنه يكون في الحشر. الناس جملة يحشرون بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخ الثانية، فيخرجون من القبور. أول الأمر لا يدرون أين يذهبون، قال ربنا كالفراش المبثوث، ثم ينتظمون، قال ربنا كأنهم جراد منتشر، ثم يجعلون من إسرافيل إماما لهم يتبعونه، قال الله جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ثم يلجم الناس العرق وتدنو الشمس من الخلائق، فيصيب الناس من الكرب ما يصيبهم، ثم يأتون أباهم آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، أن يقضي ربنا بين خلقه ويفصل بين عباده، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، ويعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، ويعتذر عيسى ويحيلهم إلى نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم الصلاة والسلام جميعا، فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش. فهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله نبيه، قال له ربه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيغبطه الخلائق أجمعين، الخلائق أجمعون على هذا المقام الذي أتاه الله جل وعلا إياه. ثم يؤتى كل أحد نورا كل بحسب عمله في الدنيا، فأما الكافر فيطفأ نوره من حين أن يأخذه، وأما المؤمن والمنافق فيبقى نورهما معهما حتى إذا صعدوا على الصراط أطفئ نور المنافقين والمؤمنين، فيحاول أهل النفاق أن يلحقوا بأهل الإيمان، قال الله جل وعلا عنهم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيتهافتون عياذا بالله في جهنم. ثم يتجاوز المؤمنون الصراط على أحوال ثلاثة، منهم من يمر كأجاود الخيل وأجاود الركاب، ومنهم من يحبو حبوا تسفعه النار مرة تتركه مرة، ومنهم العياذ بالله من عصاة المؤمنين من يسقط في جهنم، حتى إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فينزع ما بقي من غل في القلوب عند بعضهم، قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا أتوا أبواب الجنة وجدوها مغلقة، فيفزعون إلى أبيهم آدم يقولون يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول عليه السلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، فيقول له الخازن من أنت، فيقول أنا محمد، فيقول الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه، والجنة لها ثمانية أبواب، ما بين مصراعي كل باب مسيرة 500 عام، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. جعلني الله وإياكم برحمته ولطفه وفضله وإحسانه ممن يزاحم على دخولها، وهذه الأمة لها باب ولسائر الأمم أبواب، وهم أي هذه الأمة شركاء الأمم في الأبواب التي يدخلونها، فإذا دخلوها مر معنا يعطون زيادة كبد النون، ثم ينحر لهم فور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، حتى إذا استقروا فيها جيء بالموت على صورة كبش أملح، فينحر ما يذبح ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة أن خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت، فإذا استقروا فيها كما عند مسلم في الصحيح من حديث صهيب يناديهم مناد أي ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون وما هو، ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا، فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم
وأعظم ولا أجل من رؤية وجه الله. فالله وجهه أكرم الوجوه، واسمه أعظم الأسماء، وعطيته أجزل العطايا، والجنة من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت. ووالله لو لم يكن فيها إلا رؤية وجه الله لكفى، فإن الله عظيم لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. قال ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك، وأعظمها زلفى لديك، وأقربها وسيلة عندك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا أجمعين في هذا الجمع المبارك رجالا ونساء، كبارا وصغارا، لذة النظر إلى وجهك العظيم. إنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحي حين لا حي، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش الكريم. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.